مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ يا للياسوب من حيوان ضار رائع، وجناحه الوامضان والهشان كشاش، ورغم ذلك يتمتع بشهية نهمة لتناول الحشرات من نوعه. هل تعمل؟ أشغلتها للتو. حسناً، أرحب بكم في النزهة السنوية لنادي فلورا وفونا في مدرسة ميدلينغتون. أنا رئيسة النادي بالطبع. أوه، نسيت أن أدلي باسمي. هل نبدأ من جديد؟ إنه شريط الفيديو الخاص بك كريس أليس. جميعنا هنا اليوم لأننا نتشاطر الاهتمام في عالم الطبيعة. سنتوجه غرباً الآن للبحث عن الجزر الأبيض في المرج الأرجواني. في الواقع وفق بوصلة الرقمية الجديدة نتوجه شمالاً بدرجة 47. ما هذا؟ لا تخاف، مجرد زنبور، لا شيء مقلق بادج. أزيده أسوأ من لسعته. هذه الحشرة تافهة مقارنة بما يوجد في هذه الغابات. بالضبط، قولي لي ماذا يوجد في هذه الغابات؟ لا تقولي بأنك لم تسمعي بأسطورة حشرة القدم. حشرة القدم؟ حشرة القدم هي حشرة عملاقة من حقبة ما قبل التاريخ، عاشت في هذه الغابات لملايين الأعوام. لهذا طلبت من بادج أن يحضر الكاميرا لنصورها على شريط الفيديو. أخبريني المزيد. أخبريني أقل. وكأن ثمة شيئاً يدعى حشرة عملاقة. لم تتعرفي بعمتي روز؟ ولا على والدي، إنه مبيد للحشرات وهو يحاول إيجاد حشرة القدم منذ أعوام. إذا ما قصة حشرة القدم بأي حال؟ يقال إن حشرة القدم فقست منذ ملايين الأعوام عند ساحل مستنقع كثير الوحل، مستنقع وحل صغير كأي مستنقع آخر، لكنها شرعت تنمو وتنمو لحين علت فوق الغابة، وبات جناحيها كبيران إلى حد أنهما حجبا الشمس، وأزيزها عالا إلى حد أنه هز الأرض. عاشت الحيوانات الأخرى خائفة من اللسعة السامة لحشرة القدم العملاقة، وشعرت بالجبن أمام صوت خطاها الثقيلة. كم هي مفترسة! حشرة القدم تسببت بانقراض الديناصورات. حشرة القدم! آسفة. استمر في التصوير وسأثبت لكم أن حشرة القدم موجودة. يا للسخافة، من سمع بحشرة أكثر ارتفاعاً من شجرة؟ أجل، لأن الأشجار مرتفعة جداً باستثناء لحظة ولادتها. ماذا تدعين الأشجار الصغيرة؟ شجرة صغيرة. أوه، أظن أن بحوزة لمحة شوكولا. لا يعقل أن تكون موجودة، ليس هناك بينة تدعم ذلك، لم يرها أحد أبداً حتى الآن، لكن ربما كنا نحن المحظوظين. يمكنك أن تكوني مساعدتي القابضة على حشرة القدم. جهزني أبي في حال هجمتنا حشرة القدم بمنتجات عدة: مزيل مجموعة حراري، مفجر قوقعات فوق سمعية، مزعزع سائل للأجنحة، وبالطبع الرذاذ القديم ضد الحشرات. كل هذه المعدات مثيرة للإزعاج. إلى أين سنتجه الآن؟ لو كنت حشرة القدم لتوجهت شرقا بدرجة 135. كم أن مرج الجزر سريع الزوال. إن أعمال الإنسان التدميرية تتخطى موطنها. أظن أن هذه خاصتك. ليس الآن بادج، كافة أجهزتي أتلفت. أقله لا تزال بوصلة الرقمية المتحدة.
أجل، انظروا إلى موقعنا. ما هذا؟ حشرة القدم. إنه صادر من الغرب بدرجات 270. هيا بنا. مهلاً، ليس آمناً في غياب السائل المزعزع للأجنحة. ماذا عنها إذا أخفتنا؟ ربما يجدر بنا أن ندع المحترفين يهتمون بالأمر. أتسمعينني الآن؟ أسمعك جيداً، وكأنك واقفة بقربي. عملياً إنها واقفة بالقرب منك. من أين جئتما؟ أنا لم أعد أذكر حتى، نسير في دائرة منذ ساعات وساعات. أجل، كل الأشجار متشابهة. لا تقلق، يمكنني أن أرشد الجميع للعودة إلى الحافلة بواسطة بوصلتي. أفرغت البطارية. علينا أن نفكر بطريقة للخروج من هنا. إذن ماذا تريدون أن نفعل؟ لن تلحق حشرات القدم الأذى بنا، صحيح كريس أليس؟ أجل، تهاجم حشرات القدم في الليل فقط. اكتفيت، سأرحل من هنا. يا رفاق، سأبلل نفسي. بادج، أين تذهب؟ ستته أكثر، يجدر بنا أن نبقى معا. كريبي محقة، قد نحتاج للتخييم لتمضية الليل. ماذا؟ سوف ننام على الأرض؟ هل شاهد أحدكم مرحاضا؟ وأين سرير وطعام عندما تحتاجونهما؟ ما رأيكن بذلك المكان؟ مثالي، أقدم مالا من أجل المرحاض. وهكذا ينهي هذا نزهة فلورا وفونا. أمل أن تكونوا جميعا وجدتم عالم الطبيعة محيرا بقدر ما أجده أنا. هل من أحد هنا؟ مرحبا. لا، فقد تنادي فلورا وفونا مجددا. أيها التلاميذ، أيها الصف. أمي، يذكرني هذا المكان بأحد أفلام الرعب، حيث المراهقون يتوهون نتيجة عمل مستشار المخيم الغريب الأطوار. لقد فهمت. كل من يريد تمضية الليل في هذا الكوخ المخيف فليقل أنا. أنا. رهيب. رديء الأناقة. غير حضاري أبداً. إذا وجدت حشرة القدم فعلاً، فقد كان هذا منذ ملايين السنين. لابد أنها نفقت الآن. صحيح؟ ليس إذا تأقلمت مع بيئتها. حقاً؟ لا أظن ذلك. أنام في سرير خاص فقط المغطى بملاءة من القطن المصري الناعم. لا تدعي حشرات السرير تعضك. لما تحملين الماء؟ أرجوكم توقفوا، إن ظننتم المكان مخيفاً فتحققوا من السمكرية. هل تعرفون؟ لقد كنت أقرأ في مجلة والدي الأسبوعية، نقلت معلومات تتعلق بوجود أعشاش في أنفاق القطارات في نيويورك. من سيقوم بنوبة الحراسة الأولى؟ ليس أنا. الحراسة ضد ماذا؟ حشرة القدم. حسناً، رائع، هيا. أنسة كريتشر، سيد بنتلي. لتتدفق المياه. بادج، بادج، التقط الكاميرا. أنا أصور. لا تخافوا. حشرة القدم. دكتور باباز. أنتم سالمون؟ حسناً، معظمكم بحال جيدة، الحمد لله لبقائكم معاً. شكراً، نحن مسرورون جداً لرؤيتك. كنت أعرف أن الأمر ليس حقيقياً. ليس هناك حشرة قدم؟ ليس هناك حشرة قدم. لقد أصلحت بوصلتك. أي درب للعودة؟ 45 درجة من هنا. أنسة هولي رولر حاضرة، أنسة كابريرا حاضرة،
أنسة باليسما حاضرة؟ سيد بنتلي حاضر؟ أنسة كريتشر حاضرة؟ يا لهذه الأساطير. حشرة اليعصوب هي أم حنونة وموهوبة، تبحث عن فريستها في التراب ثم تشلها وتخزنها في عشها، فعندما تفقس بيوضها يكون غذاء صغارها متوفرا. أليس هذا رائعا؟ تحية للحشرة الأم.